الفترة اللي فاتت تحديدا كان الكلام كتير جدا على كثير من اللاعبين داخل النادي الأهلي، ولكن دائما صالح جمعة دائما خلال الفترة اللي فاتت كان بيتعرض لهجمات شرسة الحقيقة. ولما كان صالح جمعة بيعمل أشياء ليست سليمة أو حاجة أو تقصير أو بيقصر في حق نفسه، كنا بنطلع نقول له هنا مش أنا، كل النجوم اللي كانوا موجودين كانوا بيطلعوا يقولوا له يا صالح أنت مقصر في حق نفسك. ولكن عندما يعود صالح مرة أخرى زي ما حضراتكم شايفين، الالتزام، الجدية، الإصرار، العزيمة، عايز يكسب كل مباراة وعايز يلعب كل مباراة وموت نفسه في التمرين، بناء على كل الناس اللي بتتفرج ومديره الفني بيقول ان هو واحد من افضل اللاعبين اللي بيتمرنوا، واحد من معناها ايه؟ معناها ان هو بينام بدري، معناها ان هو بياكل كويس، معناها ان هو ما بيفكرش في حاجه غير كره القدم. هو ده اللي احنا عايزينه من صالح جمعه. جمهور النادي الاهلي حاطط عليك امل كبير جدا جدا، وانت قد الامل ده وزياده كمان. زي ما كنا بننتقد صالح جمعه لازم نشيد باداء صالح جمعه، لازم نقول ان صالح جمعه لسه عنده احسن من كده مليون مره، ولكن البدايه جيده. صالح جمعه ده حكايه، يعني لعيب حكايه، ولكن لما بيبقى دماغه حاضر في الملعب وبيفكر في الملعب بس وبيفكر لصالح فريقه. الماتش اللي فات واحد من افضل اللاعبين في الشوط الاول، كورتين ثلاثه بجونين ثلاثه على طول، هو الثرو باس بتاع صالح جمعه بجون. فمن فضلك يا صالح، كلنا محتاجينك، كلنا عايزينك، كل جمهور نادي الاهلي واقف وراك، لان انت ملتزم بتعليمات مديرك الفني، بتؤدي تمرينك بشكل جاد جدا، وتؤدي مباراتك بشكل رائع جدا. محتاج ان انت تطور بس من اللياقه البدنيه، وده هيحصل مع توالي المباريات. صالح جمعه واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي وفي مصر خلال الفتره اللي جايه، لو فضلت راسه ما بيفكرش في حاجة غير في كرة القدم. تعالوا نطلع نشوف هذا التقرير عن النجم صالح جمعه.